تلاميذ السنة الأولى إعدادي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد من دروس إزفيتي ومع شابتر 3 لاليمونتاسيون دي زيتر فيفون. لاكتيفيتي 1 لو ريجيم اليمونتير اومنيفور شي لوم، يعني النظام الغذائي القارت عند الإنسان. لوم ينوريت داليمون فاري دوريجين انيمال اي دوريجين فيجيتال كيل بروليف دو سون ميليو دو في إليا ان ريجيم اومنيفور، يعني الإنسان يتغذى على أغذية مختلفة من أصل حيواني ونباتي يأخذها من وسط عيشه. الإنسان له نظام غذائي قارت. Quels sont les organes qui permettent à l'homme de s'adapter au régime omnivore؟ يعني ما هي الأعضاء التي تتماشى أو تتفاعل أو التي تتفاعل مع هذا النظام الغذائي القارس عند الإنسان؟ A. Les caractéristiques de l'appareil vocal، يعني نظام الأسنان عند الإنسان. document 1 grain et muscle، عضلات المادغة. نلاحظ أن العضلات المادغة عند الإنسان هناك ثلاث أنواع. هناك عضلات على مستوى الرأس مسكل تومبوريل، وهناك عضلات على مستوى الخد مسكل ماسيتير، وهناك عضلات على مستوى الجانب الأسفل من الفك، من الفك الأسفل والجانب الأسفل. إذن ميسكل دي غاستريك، الوثيقة الثانية لا ماشوار انفيريور دو لوم، يعني الفك السفلي عند الإنسان. نلاحظ أن لو كونديل دارتيكولاسيون اي les parties de la mâchoire inférieure qui s'articulent avec le grain، يعني المفصل الموجود بين الجزء السفلي من الفك السفلي وعظام الجمجمة. document 3 les différents types de dents، يعني انواع الاسنان عند الانسان. نلاحظ ان اسنان الانسان تتكون من اربعه انواع. النوع الأول لانسيزيف التي هي القواطع، ثم كانا التي هي الأنياب، ثم بريمولير الأضراس الأمامية، اي ليمولير التي هي الأضراس. لا فورميل دونتير دوكيمون 4 ماشوار سوبيريور وماشوار انفيريور. لا فورميل دونتير et la dénombrement des dents des deux demi-mâchoires on l'écrit de la façon suivante، يعني السيغة السنية هي حساب عدد أنواع الأسنان في النصف الفك العلوي على نصف أسنان في الفك السفلي، وتكتب على هذه السيغة XE plus XC plus XPM plus XM كتساوي أو على XE plus XC plus XPM plus XM. نلاحظ أن E والC والPM هي أنواع الأضراس التي هي E والC والPM، مع أن X représente le nombre de chaque type de dent dans le demi mâchoire، يعني X تمثل عدد كل نوع من الأسنان في كل فك.
ب لاباراي ديجيستيف شي لون، يعني الجهاز الهضمي عند الانسان. لي ديفيرون اورغان دي تيب ديجيستيف، يعني الجهاز الهضمي عند الانسان يتكون من اعضاء مختلفه. اول عضو وهو لي غلاند ساليفير، الغدد اللعابيه، ثم لو فارينكس الذي هو البلعوم، ثم ليزوفاج المريء، ثم لو فوا الكبد، والاستوماك المعده، البنكرياس، لانتونستان غريل الامعاء الرقيقه، ولو غرو انتونستان الامعاء الغليظه، ثم الريكتوم الذي هو المخرج. وفي الجدول الثاني يبين لنا لو بارتي دي تيب ديجيستيف، يعني كل عضو من اعضاء الجهاز الهضمي وحجمه بالسنتيمتر. بالنسبه للابوش يساوي 10 سنتيمتر، لسوفاج 25 سنتيمتر، لستوماك 30 سنتيمتر، لانتونستان غريل 800 سنتيمتر، والغرو انتونستان كتساوي 150 سنتيمتر. لاباراي ديجيستيف دو لوم اي فورمي دورغان كي اون شاكان ان رول سبيسيفيك، يعني الانبوب الهضمي عند الانسان يتكون من اعضاء وكل عضو له دور خاص. لاباراي ديجيستيف اي فورمي دي تيب ديجيستيف اذا انسومبل دو غلاند ديجيستيف، يعني الجهاز الهضمي مكون من الانبوب الهضمي ومن مجموعه من الغدد، لكل غده دورها. هكذا انتهى الاكتيفيتي 1 من الدرس لاليمونطاسيون شي لي زيتر فيفون شابتر 3. نلتقي في الاكتيفيتي 2 ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.